أهلا وسهلا بكم وبرنامج سبايك المتابعة للأحداث الخاصة بالكرة الطائرة. سيكون لنا حديث حول البطولة الوطنية إلى جانب الدوري القطري العام للكرة الطائرة، متابعة للأخبار وقراءة أيضا في أبرز العناوين إلى جانب فقرات أخرى متنوعة. البداية على بركة الله بالعناوين وأبرزها. في هذا العدد من مجلة الكرة الطائرة قطر سبايك تتابعون. في الدوري الشرطة يواصل القبض على القمة ويفرض الاستقرار، الريان والعربي في السفح يتربصان. وفي البطولة الوطنية الأهلي يطيح بالريان ويرتقي إلى الصدارة، والخور على الغرافة يثور. وفي قابل للنقاش نسلط الضوء على استراتيجية تكوين وتطوير المدربين، رؤية واستشراف. إذن على بركة الله نفتتح برنامج سبايك والتعويض استثنائي للزميل يوسف أربيع، نتمنى له الشفاء العاجل والعودة إلى منابر قنوات الكاس الرياضية. سعيد أيضا بالترحيب بالكابتن يوسف فريدون الخبير الفني في برنامج سكايب وأجواء الكرة الطائرة عبر قنوات الكاس الرياضية. سعداء بهذه الاستثناء. سنتحدث مشاهدينا الكرام كما ذكرت حول البطولة الوطنية الدوري القطري العام أيضا للكرة الطائرة بتفاصيله، والقراءة ستكون للكابتن يوسف فريدون بعد فاصل قصير. البداية كما ذكرت مشاهدينا الكرام ستكون بالبطولة الوطنية. سنتوصل لمتابعة تفاصيل الجولة الثالثة لحساب المجموعة الثانية المجموعة ب، وربما قبل الحديث عن تفاصيل هذه الجولة كابتن يوسف، ماذا أضافت هذه البطولة الوطنية للكرة الطائرة القطرية؟ طبعا من الصعب احنا نقول عن الإضافة بهذا السرعة، احنا مستعجلين فترة أساس من كم موسم ان شاء الله حساس نعتمد على الوطنيين أكثر، ولكن هناك في بعض النجوم اللي نقدر نقول أنهم بدأوا يلعبون بشكل أفضل. في هناك لعيبة قطريين أو من لعيبة المواليد الدوحة عندهم الإمكانية أنه ممكن في المستقبل يكونون في الصف الأول مع الفرق الدرجة الأولى أو المنتخبات الوطنية. فإحنا محتاجين أيضا فترة أكثر لغاية ما نقدر نقيم هذه البطولة أو أيضا نشوف الخامات الجديدة، لكن إن شاء الله حالي لحد الحين إحنا عندنا يعني أمل أو نشوف أن هناك في مجموعة جيدة ممكن في المستقبل نعتمد عليها. يعني الهدف بالتأكيد هو تطعيم أيضا الدوري القطري العام بعناصر شابة. أكيد نعم. هم أكثريتهم يلعبون مع الفرق في أندية في الدرجة الأولى، ولكن مزيد الاحتكاك يعني أكثر النادي يعتمد عليهم أكثر ويكونوا أساسيين في الملعب، لأنه هو عادة كابتن يوسف الفرق تبحث عن النتيجة أكيد. والاعتماد أكثر أكيد. على المحترفين ربما نعم. هي فكرة نعم. يعني جيدة صح. لدعم المجموعة أيضا المدرب يشوف نعم. أن هناك في لعيبة ممكن لحد يعتمد عليهم بالفعل، لكن في الدرجة الأولى مع الفرق الكبيرة المدرب يعتمد على الستة الأساسيين لا أكثر. نعم. على كل سنواصل الحديث كابتن نعم. يوسف قبل هذا وكما ذكرت بلغنا الجولة الثالثة تحديدا المجموعة ب والدوري أو البطولة الوطنية للكرة الطائرة، نتابع التفاصيل ومن ثم نعود. اختطف العميد صدارة ترتيب المجموعة الثانية للبطولة الوطنية للكرة الطائرة بعد أن ألحق بالريان خسارته الأولى للمسابقة في أول ظهور له، وفاز الخور على الغرافة. وبالرجوع إلى فوز الأهلي على الريان بثلاث أشواط لشوطين
رغم تقدم الريان بأسبقية الشوط الأول ب 25-17، وعادل الأهلي ب 26-24، وتقدم ب 25-23، يعادل الريان بذات نتيجة الشوط السابق، لكن الأهلي نجح في حسم المباراة ب 15-13. المباراة كانت صراحة يعني بداية احنا كنا متحمسين وداخلين بقوة، ولكن ما اعرف الشباب شوي نزلوا يعني حماس شوي قل، بس حاولنا نأدي صح، بس الله ربي اراد كذا. ان شاء الله في المباريات الجاية نأدي احسن. الحمد لله الفوز، والشباب لعبوا اليوم. في البداية بدينا شوي في ارتباك وخوف، بس الحمد لله عدت المباراة. في احيان في نقاط تكون حساسة، الحمد لله جبناها، وفي نقاط راحت علينا والشباب جابونا في الشوط الرابع، احنا كنا متقدمين وجابونا وفازوا وخذوا الشوط، بس الحمد لله رجعنا لحد ما خلينا المباراة الحمد لله. وفاز الخور على الغرافة بثلاثية نظيفة ب 25-18 و 25-23 و 25-17. إذن كنا في متابعة لمباراتي البطولة الوطنية للكرة الطائرة، كما كنا وتابعنا في التقرير. إذن الأهلي يتقدم بثلاث أشواط مقابل شوطين، والخور بقوة ثلاث أشواط مقابل صفر أمام نادي الغرافة. إذن بداية كابتن يوسف، نتحدث عن المباراة الأولى، الأهلي الريان، ثلاث أشواط مقابل شوطين. لو أتابع التفاصيل 17-25 26-24 25-23 25-23 15-13 نقطة، ربما نقطة الاستفهام حول بداية الشوط الأول وما قدمه الريان بفارق، نتحدث عن فارق 8 نقاط، ومن ثم تتغير المعطيات تماما. كيف قرأت هذه المباراة من الناحية الفنية؟ طبعا احنا كنا متوقعين المباراة يعني تكون 5 أشواط إلى 4 أشواط، بمعنى الريان فاز في الشوط الأول ب 25-17 باقي الأشواط كلها فارق نقطتين، ولكن الريان في الشوط الأول نجح وقدر يعني يتفوق على الأهلي باللعب السريع اللي نجح فيهم، اللي احنا السنة لحد الحين ما شفنا فريق الريان باللعيبة الاثنين اللي عندهم في سناتر الإبراهيمة واللاعب بلال، السنة لحد الحين ما قدموا أي مستوى زي مستوياتهم في السنوات السابقة، ولكن في المباراة هذه في الشوط الأول قدروا أن يدعمون الفريق وقدروا يأخذون الشوط بسهولة 25-17، ولكن بالمقابل جه فريق الأهلي باللعب بشكل أفضل. فريق الأهلي كان عنده الضرب العالي من الأطراف، كان بشكل جيد، خاصة لاعب محمود تغير أداء كابتن النادي الأهلي في الشوط الثاني. نعم، نجح بشكل كبير كابتن في الدفاع وفي الإرسالات الجيدة اللي منعوا اللعب السريع من جهة منتصف شبكة الريان، فوقفوا السناتر، فاللاعب صار في الأطراف، نجحوا في الهجوم بشكل جيد لأن عندهم الأطراف أضعف من لعب السريع في وسط الشبكة. فالأهلي نجح بالطريقة هذه، كانت رسالاتهم جدا مؤثرة، وأيضا كان لهم تركيز عالي جدا في التصرف بشكل جيد في الكوار الصعبة اللي ما توصل، فنجح أنه يأخذ الشوط الثاني. بالمقابل الشوط الثالث أيضا فريق الأهلي نجح 25-23 أيضا بالربكة فريق الريان اللي ما قدر أيضا يرجع مرة ثانية يشكل الهجوم الضاغط في وسط الشبكة. أيضا اللعب السريع اللي كان به لاعب معدل فريق مطر محمد مطر، أيضا حوائط الصد الريان ما قدروا يتحركوا بشكل جيد، فنجح اللاعب أنه يتصرف على الشبكة مركز 4 ومركز 2، فنجح الفريق. أيضا كان عندهم اللاعب الليبرو اللاعب رقم 9 سامي، نجح في توصيل الكور للمعد بشكل جيد بكل الأطراف هذه باللعب السريع، نجح الفريق أنه ينجح ويأخذ النقاط في الشوط الثاني والثالث. نعم، لكن نتحدث دائما يعني بعيدا عن الشوط الأول عن فارق نقطتين. نعم، يعني أنه نادي الريان ربما البعض يتحدث أنه مفاجأة، لكن البطولة الوطنية ربما أكثر تفاصيل للسادة المشاهدين مخالفة تماما للدوري القطري للكرة فريق الطائرة. الريان وفريق الأهلي يعني أكثر اللاعبين اللي ما زالوا يلعبون في الوطنية، أيضا هم اللي يلعبون في الدوري العام ما عدا المحترف والبديل المحترف اللي ما يلعبون، أما باقي اللاعبين على مستوى جيد حتى الاحتياط. يعني لو شفنا اللاعب هيثم هذا احتياط كان في فريق الأهلي، أيضا المعد مطر أيضا احتياطي فريق النادي الأهلي، فهم الاثنين كانوا لعبوا 5 أشواط وأدوا بشكل جيد. هيثم في هذه المباراة من اللاعبين الممتازين اللي لعب في مركز 2 ونجح بشكل كبير
الاخير انه ينهي الكوار اللي كانت توصل له. نعم. فكان يعني مثل ما قلت لك ان الفريقين الاحتياط اللي عندهم من الوطنيين اللي كان موجود في الفريق الاساسي كانوا هم اللي يلعبون في هذه المباراه. نعم واضح. نواصل كابتن يوسف مع نادي الخور. نعم. الغرافه 3 أشواط دون مقابل. التفاصيل 25-18 25-23 و25 نقطة مقابل 17 نقطة. طبعا الخور في هذه المباراة قدم مباراة جيدة ولعب بشكل جيد. الغرافة ما قدموا المطلوب منهم أبدا، خاصة كمجموعة جديدة من اللعيبة الشباب اللي هو أيضا الكابتن يعني اعتمد على عدد كبير من اللعيبة الشباب، خاصة أن هدفه أن عندهم في دور الشباب دوري قوي، فكان هدفه أن أيضا يوصل اللعيبة إلى مستوى أفضل في المباراة الثانية في مرحلة الشباب. ولكن الخور ما أعطى فرصة ولا مجال للغرافة أن يبدأ يتحرك بشكل جيد، فضغط عليه من البداية. لما خذ الشوط الثاني بشكل جيد 23-25 فريق الغرافة بدأ يستسلم في الشوط الثالث وانهار الفريق، فالخور خذوا 3 أشواط بسهولة، ما عدا الشوط الثاني كان ممكن يعني فيها النوع من الندية والتحدي، ولكن الخور قدروا يعني ينهون الشوط لصالحهم. ففي الشوط الثالث فريق الغرافة استسلم وانتهت المباراة 3-0 لفريق الخور. هل نستطيع أن نقول أنه نتائج منطقية كابتن في ظل ما تبعناه لحساب المجموعة الثانية؟ المباراتين اللي احنا شفناهم بالفعل يعني نتيجة منطقية ان الخور كانوا افضل وقدروا ياخذون المباراة بشكل جيد، وايضا الاهلي هو كان اكثر جدية للمباراة، اكثر ترابط بين الصفوف، قدر الفريق انه ينجح ويفوز 3-2 على فريق الريان. نعم. وانت قريب كابتن، ربما سؤال قبل الذهاب الى كابشن الامتياز، امتياز. نعم. الاسبوع، هل هناك تناغم بين الدوري القطري العام للكرة الطائرة وهذا الدوري؟ يعني هل اصبح مدرب الفرق القطرية لهم عين على هذه البطولة الوطنية؟ والله احنا كلما عملنا لقاءات مع جميع المدربين الكل يعني يؤيد الفكره ويحس انه يعني اضافه للكره الطائره القطريه واضافه للدوري، وايضا ان المدربين ينظرون ان هناك في لعيبه ممكن يعتمد عليهم في بعض المباريات، خاصه احنا مثل فريق نادي قطر عندهم لاعب او لاعبين من فريق الشباب دائما يلعبون مع الفريق الاول، وهذا ايضا نتيجه ان اللي يلعبون في دوري البطوله الوطنيه. نعم. فانا اعتقد ان هذا شيء جيد ان ايضا المدربين يعني ينظرون هناك في لعيبه لابد انه يعتمد عليهم. نعم. على كل، قبل ان نمر الى امتياز الاسبوع كابتن يوسف، نتوقف عند النتائج والترتيب الخاصة بكابشن الامتياز، نمر إلى كابشن الامتياز ومن ثم نعود. إذن الامتياز، امتياز هذا الأسبوع وأفضل اللاعبين في المراكز، البداية بأفضل مركز 4 علي حامد لاعب نادي الخور. كابتن علي حامد لاعب جيد حقيقة، والاختيار اختيارك. نعم. يستحق أن يكون أفضل لاعب، وقدر يعني يؤدي بشكل جيد في مركزين، مركز 3 ومركز 4، وأيضا هو من اللعيبة اللي لهم دور كبير في الاستقبال احيانا في اوقات كثيره مع الفريق، فالمدرب يعتمد عليه احيانا في الخط الخلفي واحيانا ما يعتمد، ولكن يستحق ان يكون لاعب مركز 4 بشكل. نعم. جيد. نعم. افضل مركز 2 هيثم عبد المنعم من النادي الاهلي. هيثم عبد المنعم لاعب منتخب الشباب كان وايضا مع الفريق الاول وانتقل لعده انديه، في البطوله الوطنيه قدم المستوى المطلوب، لعب كمركز 2، كان لاعب اساسي وكان له دور كبير في فوز الفريق على فريق ريان 3-2. نعم. يستحق ان يكون هو ايضا لاعب مركز 2. نعم. افضل السنتر بلال ابو نبوت الريان. كابتن بلال ابو نبوط يعني صراحه احنا ما شفنا السنه في الدوري العام، ولكن في البطوله الوطنيه قدم المطلوب منه في المباراه هذه في 5 أشواط، بمعنى عنده الامكانيه يكون افضل من هذا الشيء، ولكن بالنسبه للمجموعه اللي معاه في مركز 3 هو الافضل، يستحق ان يكون الافضل. نعم. المعد اذا والاختيار وقع على محمد يوسف مطر من النادي الاهلي. محمد يوسف مطر رفع قديم في النادي الاهلي ودائما احتياط اللاعب كابتن علي اسدي، ولكن في هذه المباراه كان هو الاساسي وبالفعل نجح انه يفوق فريقه وقدر يوزع الكور من مركز 4 الى السريع الى 4، فنجح بشكل جيد ويستحق ان يكون هذا ايضا لاعب المعد. من النادي الاهلي ايضا افضل ليبرو، الاختيار وقع على سامي محمود.
سامي محمود لحد الحين ما شاء الله عليه هو افضل معد افضل ليبرو لحد الحين. يمكن المباراه الاخيره ما قدم المستوى المطلوب منه، ولكن في البطوله الوطنيه والمباراه السابقه في الدوري العام كان هو افضل ليبرو لحد الحين في في في, في الموسم، فيستحق انه يكون. نعم، ما الذي يميز اذا افضل اللاعب محمود عصام من النادي الاهلي كلاعب متكامل ما الذي يميزه؟ محمود عصام اولا مستقبل جيد، لاعب اخطاء قليله على الشبكة، يتصرف بشكل جيد، إرسالاته مؤثرة، وأيضا كحواصل، وأيضا هو قائد الفريق، فاللاعب دائما أمين، يعني أخطاء قليلة وأي كرة تجي له يعرف كيف يتصرف معها في ملعب الخصم صعبة، فكان له دور كبير في المباراة الخمسة أشواط أنه هو يكون أفضل لاعب متكامل. نعم، اختيار أيضا أفضل مدرب إيغور أربوتينا إذا من على رأس النادي الأهلي، أعتقد أنه غير نوعا ما المعطيات بعد خسارة في شوط المباراة الأول بثمان نقاط. نعم، هو له دور كبير يعني من خلال الاختيارات. نعم، هو كان له دور كبير، أيضا كان في توجيهات للعيبة وتغيير من اللعيبة، وأيضا كعدة مرات ما يأخذ تيمات كانت تحسنا بعد التيمات كان يقدم الفريق بشكل جيد، وكان دائما حريص إنه ما يعطي مجال فريق الريان انه يتقدم، فكان دائما يوجه اللعيبه من خارج الملعب، وحتى في فتره من الفترات يعني بدا يعني نوعا ما يعني يتنرفز على اللعيبه وبدا يهديهم بشكل جيد، فالفريق بدا يلعب بشكل افضل بعد ما خسر الشوط الاول. نعم، ربما كابتن يوسف توقف عند اربع لاعبين وقع اختيارهم من النادي الاهلي، وبالتالي اعتبر ان النادي الاهلي اضافه الى المدرب له من الخامات. نعم، هذا ما يؤكد ان النادي الاهلي له خامات. نعم، انا اقول لك اللاعب هيثم هو لاعب احتياطي في فريقه، ولان اللاعب المحترف اللي جايبين النادي الاهلي يلعب في هذا المركز، ولكن اثبت انه عنده القدره انه ممكن يلعب بشكل افضل اذا يحس ان هناك في ثقه او هناك في اهتمام فيه، هذا من اللعيبه اللي يستحق انه انا اعتقد يعطونا فرصه اكثر انه يثبت وجوده في الملعب. نعم، شكرا جزيلا كابتن يوسف فريدون، اذا كنا في حديث حول اذا منافسات الجوله الثالثه الخاصه بالبطوله الوطنيه تحديدا المجموعه ب، نتوقف اذا عند النتائج والترتيب. إذن الجولة الثالثة المجموعة الثانية، الأهلي يتصدر، وتحدث كثيرا كابتن يوسف حول هذا الفريق وما قدمه حقيقة في الجولة الثالثة. إذن إجمالا الوكرة في الصدارة لحساب المجموعة الأولى. نعم، الأهلي في الصدارة لحساب المجموعة الثانية. نعم، بالفعل يعني هذه الفريقين يستحقون، ولا نعتقد في الفترة الجاية أيضا هناك يعني مباراة قوية بالنسبة له، فلا بد يكونون حريصين على أساس أن يواصلون في تقدمه، ولكن محتاجين جهد أكثر وتركيز أكثر للمباراة الجاية. نعم، على كل فكرة ممتازة حقيقة كابتن يوسف، وسنتواصل بالتأكيد من خلال برنامج سبايك لمتابعة هذه البطولة البطولة الوطنية بالتوازي أيضا القراءة في الدوري القطري العام، نتابع التفاصيل وتقرير الخبير الفني. واصل الشرطة القبض على قمة الترتيب للدوري، وبقي الريان بنفس فارق الثلاث نقاط يلاحق، بعده العربي بنقطة واحدة، والوكرة في مأمن ضمن المربع. وبالرجوع إلى مباريات الجولة، نسجل فوز الغرافة الصعب على الخور بثلاثة أشواط لشوطين. تقدم الغرافة ب 26 ل 24 ثم 25 ل 22، يعادل الخور ب 25 ل 22 و 28 ل 26، ويفصل الغرافة ب 15 ل 10 نقاط. أول حاجة ساعة ظروف الأسبوع كامل بتاع التمارين، اللي عندنا مباراة وطنية يوم الأربعاء، يوم الخميس مباراة شباب خمسة أشواط، امبارح تمرين خفيف معناتها ما قدرناش نلموا الفريق. وثاني شيء أنا ما نتكلمش على الليبيرو غايب ولا واحد، خاطر الناس كل لازمها تعوض، أما لقينا بعد هما صحاو لعبوا مليح اليوم أحسن مباراة تاع الخور، معناتها لازمنا نشكروهم، اللعب نتاعهم ممتاز اليوم، لعبوا لعب صح، ونحن عملنا أخطاء كثيرة ونسحقوا، كان فيك نخسروا الشوطين على خاطر بخلاف الأخطاء فقدنا التركيز وعصبنا شوية. حس لعيبة لازم يزالوا ما يعطيوش قيمة كبيرة لكل نقطة،
يعني يقول لك اوكي مش مشكل اللي بعد ما عندكش وقت انت اخر الشوط الخامس يعني كل نقطه بحسابها. ضيعنا 3-4 نقاط اول الشوط الخامس، خذوا الفرق 3 نقاط أو 4 نقاط، معني صعب باش ترجع حتى حولنا باش نرجعوا يعني ما عندكش المجال باش ترجع في الشوط الخامس. مبروك للغرافه يعني عملوا مباراه ممتازه وان شاء الله ان شاء الله الجاي احسن ان شاء الله. وبسهوله غريبه ومردود لم يكن متوقعا من الوكره فاز العربي بثلاثيه نظيفه ب 25-15 و 25-13 و 25-11. بعد القسم الاول المدرب ركز على موضوع الاخطاء، فنفس ما طلعت في المباريات الاخيره اللي لعبها الفريق حاول الفريق يقلل اخطائه سواء كانت في الضرب في الارسال في الاعداد، وكانت خطتنا تعتمد على اخطاء غير، فنفس ما شفت في كل شوط حاولنا نقلل من الاخطاء وكان فرق الاشواط عالي بسبب الموضوع هذا. وتخطى الشرطه عقبه الاهلي بثلاثيه دون رد ب 25-23 و 25-18 و 25-23. وفاز الريان على نادي قطر بثلاثة أشواط لشوط واحد ب 25-21، يعادل نادي قطر ب 29-27، يعود الريان ب 25-19 و 25-21. المستوى نعرفه الفارق بين مستوى الدوري الشباب والدوري يعني الدرجه الاولى فارق كبير ياسر على المستويات، لكن نقولوا في الاخير الحمد لله يعني الفريق قاعد يؤدي في بعض الفترات لكن تحت الضغط النفسي الكبير وتحت الارسالات القويه قاعدين نقعدوا تحت ضغط، وفي فتره صغيره ممكن نخسروا بثلاث اربع كرات ورا بعض هذوما ياثروا حتى على الفريق نفسيا على الفريق. وقدم السد مباراه قويه امام الشمال رغم الخساره بشوطين لثلاثه اشواط. تقدم الشمال ب 25-21 وعادل السد بذات النتيجة وتقدم ب 25-17. يعود الشمال في الشوطين الأخيرين وينهي المباراة ب 25-20 و 16-14. إذن كانت هذه تفاصيل الجولة 11 من الدوري القطري للكرة الطائرة. ستكون لنا قراءة فنية بالتأكيد مع الكابتن يوسف فريدون، والبداية كابتن يوسف في ما يخص مباراة الشمال السد ثلاث أشواط مقابل شوطين، يعني مباراة كانت متقاربة نوعا ما، يعني لم تكن سهلة أو لم يكن سهل بالنسبة لنادي الشمال. لو احنا لاحظنا دائما الفرق المتقاربة من المركز العاشر للمركز السادس دائما مباراتهم قوية وفيها ندية وفيها حماس لأن مستوياتهم قريبة لبعض بالمحترفين بالموجود عندهم في مستوى واحد. أيضا من أجمل المباريات اللي شفناها هذه المباراة، وأيضا مباراة الخور والغرافة أيضا أخذت خمسة أشواط مباراتين في خمسة أشواط في هذه الجولة، فهذا الفريقين هم يعني المباراة كانت من أجمل المباريات خمسة أشواط. فريق السد طبعا مع الشمال لعبوا بشكل جيد ولكن الشمال قدر يعني ينهي المباراة لصالحه خاصة بامتياز لاعب واحد هو الأسمير اللي قدر يعني ينهي المباراة وطول المباراة هو اللاعب الأساسي. فريق السد من البداية يمكن ما قدم المردود الجيد في 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 المباراة، من بعد الشوط الأول بدأ يلعب بشكل جيد بشكل أفضل، صار اعتماد كثير على اللاعب رحيمي وعلى اللاعب موسى اللي هو يلعب في مركز 4-2، هذا اللي قدروا يعني يخلصون الشوط الثاني والثالث لصالحهم. ولكن أيضا بدأ فريق السد يحس بالإرهاق، اللاعب رحيمي ما قدم المستوى المطلوب منه في الشوط الرابع والخامس خاطر أخطاء كانت كثيرة، وأيضا فريق السد لو لاحظنا يعني في طول الموسم لحد الحين ما يستمر في العطاء بشكل جيد، دائما يعني يتقدم 3-4 نقاط ومن ثم يعني يضيع 3-4 نقاط، هذه عامة أكثر الفرق كذا، ولكن فريق السد واضح
عليه بهذه الطريقه، وايضا في اوقات الحساسه او اوقات المهمه الاخطاء تزيد عندهم خاصه في الارسالات، كان الفريق ناجح في الارسالات المؤثره، الحوادث الصد الجيده، ولكن في النقاط المهمه النقاط الحساسه خاصه بعد ال20 اخطائهم تزيد كثير، فتصير عندهم مجموعه كبيره من لعيبه الشباب ايضا وعندهم المعد دائما متنقل، يعني دائما تحس معد اخر موجود في الفريق، يا يعني معد ثاني او المعد الاساسي ما يحضر، فهذا الشكل اثرت على اداء فريق السد وما قدر يعني ينهي المباراه لصالحه خاصه في الشوط الخامس. نعم، مباراه الريان وقطر كنا تابعنا الكابتن غازي قوبع قال تحت الضغط النفسي وقوه الارسالات لم يتمكن نادي قطر من الفوز على نادي الريان. نعم. النتيجه 3 أشواط مقابل شوط وحيد. بالفعل يعني احنا دائما نقول اعمل ضغطك من البدايه على الخصم بالارسالات المؤثره، الارسالات القويه، ارسالات اللي لها اماكن معينه تقلل من الهجوم على الفريق، فالفريق اللي عنده الارسالات الجيده، عنده الارسالات المؤثره يعرف كيف يلعب على اي لاعب، ممكن يبدا يشكل ضغط على الخصم ويقلل من الهجوم على الشبكه، فالفريق اللي نجح فريق الريان بدا من البدايه يضغط على فريق قطر ونجح. نعم. في الشوط الاول، في الشوط الثاني خسر مجرد ما الارسال بدا يعني يضعف عليهم من فريق نادي قطر، فالفريق لما يلعب بشكل جيد انت تمنع اللعب السريع في وسط الشبكه، فتعطي مجال للخصم اللي هو يلعب بالارسالات انه يكون حوادث الصد عندهم بشكل جيد في الاطراف وفي منتصف الشبكه ويتحرك بشكل جيد، فيصير عندك الحوادث الصد افضل، التمركز في الدفاع افضل، من ثم تقدر تعمل هجوم ضاغط بشكل جيد. هل هناك عمل الخبره ايضا هنا ام لا يا كابتن؟ والله الخبره يعني في فريق الريان ما عندهم المعد، اما باقي اللعيبه يعني ما زالوا يعني شباب اعمارهم صغيره، ولكن انا قلت لك يعني فريق الريان لحد الحين يعاني وسط الشبكه، اللاعبين الاثنين اللي قدموا العام افضل مستوى لحد الحين ما قدموا المستوى المطلوب منهم. نعم. فعشان كذا دائما الفريق يعني يطيح في مشاكل كثيره في حاله ان الفريق الخصم عنده ارسالات جيده. نعم، واضح. الغرافه الخور ايضا كابتن لم يكن الفوز سهل بالنسبه لنادي الغرافه، 3 أشواط. نعم. مقابل شوطين وحتى تفاصيل الأشواط تقارب على. نعم. مستوى النتيجة. نحن نقول دائما الفريقين اللي في مستوى واحد خاصة من بعد المركز السادس يلعبون بمستوى عالي جدا، فريق الغرافة اعتماد كلي على مجموعة جيدة من الشباب ونجح بصراحة انه يفوز في المباراة وقدم المردود الجيد، فريق الخور يمكن عند نقص في بعض المراكز اللي ما يقدر يعني يعتمد اعتماد كلي عليهم او يعني الخبرة ما تساعدهم، يعتمد الفريق انه لابد ان الكرة توصل بشكل جيد للمعد على اساس يقدر يعمل تشكيلات هجومية على الشبكة، اذا الكرة ما وصلت بشكل جيد للمنطقة الامامية للمعد فهناك ما في اللاعب اللي يقدر يخلص الكرة بالكور الصعبة، فهذا دائما يعاني فريق الخور من هذه المشكلة. نعم، واضح. وبالتالي إذن فوز ب3 أشواط مقابل شوطين، 26-24، 25-22، 22-25، 28-26، 15 نقطة مقابل 10. إذن العربي الوكرة كابتن يوسف، مفاجأة انهيار نادي الوكرة. نعم. فوز العربي ب3 أشواط مقابل 0. نعم، أنا أعتقد فريق الوكرة مثل ما قلنا في بداية الموسم والتفاصيل عذرا على المقاطعة، 25-15، 25-13 نقطة، 25-11. نعم. فريق الوكرة فريق واضح، يعني فريق الوكرة جايين يلعبون المباراة مجرد يعني أن من ضمن البرنامج اللي عندهم لابد أن يلعبون هذه المباراة، فأنا حتى بعد المباراة كلمت المدرب أو مساعد المدرب قال فريقنا اليوم ما قدم أي شيء وإحنا أفضل المتفاجئين، فأحيانا الفريق ينزل المباراة وعارف أن هذا الفريق هو فريق قوي أنه بيفوز عليه، وهو كان أيضا هدفهم المربع، يعني هم ما يبذلون مجهود مع فرق الريان والعربي مثلا، لكن قدم اداء متميز نادي الوكره في هذا الموسم، عاده ما كان يقارع. نعم. ويصارع. نعم. مع هو هدفه. نعم. حاليا المربع انه يلعب مع الخور مع الغرافه مع الفرق مع السد انه يكون في 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 المربع، اما ما ينظر انه يقدم المستوى المطلوب خاصة إذا عنده مباريات مهمة في الجولة الثانية اللي بعد هذه الجولة، فحيكون تركيزه على المباريات الجاية، ففريق الوكرة ما قدم أي شيء والعربي نزل المباراة أخذ المباراة كحصة تدريبية أنا أعتقد بالنسبة لهم. نعم، يعني أخذ بزمام الأمور تقريبا من الشوط. نعم. الأول. نعم. وبالفعل واضح كما ذكرت، فارق 10 نقاط، فارق 12. نعم. نقطة. نعم. وفارق 14 نقطة، النتيجة 3 أشواط دون مقابل. الشرطة الأهلي فوز سهل لنادي الشرطة 3 أشواط دون مقابل كابتن، مع أنه نتحدث عن فارق فقط نقطتين يعني. نعم. في الشوط الأول. نعم. والثالث. نعم. نعم، في الشوط الأول والشوط الثالث كانت هناك ندية قوية معهم، وكان الفريق الأهلي يلعب بشكل جيد خاصة اللاعب المحترف الجديد اللي جايبينه أدى بشكل جيد، وفي بعض المباريات أيضا اللاعب هاش يمكن ما كان في مستوى المطلوب عنده، وأيضا في هذه المباراة اللي قلت لك أن اللاعب الليبرو اللي قلت لك قبل فترة أنه في مباراة طول الموسم كان جيد، في هذه المباراة ما كان هو الليبرو اللي كان ممكن النادي يعتمد عليه،
كل هذه الأخطاء، عدم وجود ليبر بشكل جيد، الكرة ما توصل للمعد، أيضا اللاعب هاش اللي الأمريكي اللي يلعب في مركز أربعة ما قدم المستوى المطلوب منه. فأنا أعتقد بالطريقة هذه فريق الشرطة قدروا ينهون المباراة بشكل جيد، خاصة أن عندهم اللاعب هنريكي اللي يعتبر من أفضل اللعيبة البدلاء المحترفين في حاليا في قطر. فهذه كل الأشياء أدت إن الفريق يلعب بشكل أفضل، مع أنه كان الشوط الأول والثالث يعني ممكن كان الشوط يروح للأهلي. نعم، خمسة مباريات، هل النتائج منطقية في اعتقادك أو كانت هناك بعض المفاجآت؟ ما في مفاجآت، يعني احنا كان المفروض الوكر يلعبون افضل من كذا، افضل نعم. وايضا الاهلي كان المفروض يكون افضل من كذا، اما شوط انما المباراه الباقي اللي خمسه اشواط اعتقد كانت جدا منطقيه. نعم واضح. نبقى معك كابتن يوسف مع امتياز الاسبوع والمراكز عفوا. إذن امتياز الأسبوع وفقا للكابتن يوسف فريدون أفضل مركز أربعة، وينر إنريكي أو إزمير، إنريكي من الشرطة وإزمير من نادي الشمال. نعم هذا اللاعبين حقيقة لحد كان صعب نوعا ما بالفعل، يعني لاعب يلعب خمسة أشواط وهو اللاعب الأساسي في إنهاء النقاط لصالح فريقه اللي هو إزمير من نادي الشمال، وأيضا إنريكي اللي يعتبر من أفضل اللاعب لحد الحين في مركز أربعة كضارب أمامي وضارب خلفي، وأيضا الإرسالات الجيدة اللي عنده ولاعب مستقبل أيضا جدا. فالاثنين يستحقون يكونون يعني من أفضل لاعبين، خاصة اللاعب أسمير اللي يستحق أنه يكون من أفضل لعيبة. نعم المركز اثنين أمان خان من نادي الغراف. نعم أمان خان لاعب ممتاز على مستوى عالي جدا، وحنا شفناه في البطولة الآسيوية ودائما قلنا لاعب جيد، لكن ما قدم في المباراة السابقة بالمستوى المطلوب إلا في هذه المباراة، كان له دور كبير في إحراز النقاط وأيضا دعم فريقه وفوز فريقه في المباراة اللي لعبها، فاستحق أنه يكون هذا أيضا لاعب مركز اثنين. نعم أفضل سنتر إبراهيم سعيد للنادي العربي للمرة الرابعة كابتن على التوالي. إبراهيم سعيد هو ما شاء الله له السنة حاجز هذا المركز لحد الحين في أكثر المباريات هو الأفضل، فيستحق أن يكون أفضل، وخاصة أن قلت لك أن لعيبة الريان اللي كانوا دائما ينافسونه واللاعب جون من الشرطة ينافسون إبراهيم السنة لحد الحين ما ظهر بالمستوى المطلوب، فيستحق إبراهيم أيضا يكون له دور كبير في أنه يكون أفضل لاعب في مركز ثلاثة. نعم أفضل موعد كابتن مهدي بدر الدين من نادي الخور. مهدي لعب مباراة جيدة وقدم مستوى عالي جدا في مباراة السابقة مع أنه خسر، ولكن يستحق أنه يكون جيد، خاصة أنه بدأ يشكل بشكل جيد الكرة الصعبة في أماكن وصولها لللاعب بشكل جيد، ولكن دائما إحنا نقوله يعيبه في بداية الشوط الخامس في النقاط الأولى دائما يعمل بعض الأخطاء، أنه فتشوف الفريق هو اللي متقدم في ثلاث نقاط بسبب هذه الكرة، ولكن هو عامة في الخمس أشواط يستحق أن يكون هو اللاعب الممتاز. نعم أفضل ليبرو ناجي محمود الشقيق ذا من نادي الشرطة. نعم شقيق الأسامي. نعم في هذه المباراة كان ناجي يعني يستحق يكون الليبرو الجيد، خاصة إحنا يعني صراحة السنة ما شفنا الليبروات بشكل جيد على مستوى عالي جدا وأداهم غير متميز إلا اللاعب ناجي واللاعب سامي أخو اللاعب ناجي، فهم الاثنين هم اللي يستحقون يكونون أفضل لاعب ليبرو، في هذه الجولة اللاعب ناجي هو الليبرو الأفضل. نعم ما الذي ميز ماركوس نادي الريان كأفضل لاعب متكامل في اعتقادك كابتن؟ ماركوس حقيقة لاعب ممتاز على مستوى عالي جدا، دائما جاهز وفي كل كرة مستقبل أساسي، مدافع جيد، الضرب عنده من مركز ست كان ضرب أمامي، يشوت من أربعة يشوت من اثنين، وأيضا إرسالاته ممتازة وأيضا مستقبل رئيسي، فيعني ودائما اللاعب جاهز في أي كرة، يعني حتى بعض الأوقات يشوف الكرة من الهجمة الثانية هو من الكرة الثانية هو يهاجم ويخلص نقاط، ودائما في كل المباريات يعني يستحق يكون يا أفضل لاعب يا أفضل ظهير في مركز أربعة. نعم يبقى المدرب إذن مدربين أفضل. نعم. المدرب لسعد التوزري من نادي الغرافة وإيفان من نادي الشمال. المدربين لعبوا خمسة أشواط. نعم اللي هم يستحقون. لسعد التوزري إحنا لاحظنا عليه فريق بدأ يتقدم بشكل أفضل وبدأ يلعب بشكل أفضل. بدأ فريق يتمركز بشكل جيد، بدأ يكون فيه ترابط في الخطوط مع أن مجموعة جديدة من الشباب محتاجين أيضا قائد للفريق في وسط الملعب، ولكن يفتقدون بالقائد، فالكابتن يعني صراحة تحس إن الفريق بدأ يتقدم ويقدم مستوى أفضل من مباراة لمباراة. نعم. يستحق أن يكون هو الأفضل مع الكابتن إيفن مدرب الشمال اللي أيضا دائما حريص وتوجيهاته كثيرة على في اللعيبة في الملعب، وعلى طول قاعد على كل نقطة يوجه اللعيبة، ويدري أن الفريق فريق جديد وفريق عدد قليل عنده من اللعيبة الممتازين، فهو
يعني على طول توجيهاته في خارج الملعب للعيبة وتيماته دائما يوجه اللعب بشكل جيد. نعم شكرا كابتن يوسف فريدون. إذن تفاصيل الجولة 11 من الدوري القطري للكرة الطائرة، القراءة الفنية كانت كابتن يوسف فريدون. نتوقف إذن عند النتائج والترتيب. إذن الشرطة في الصدارة ب 11 انتصار والعلامة الكاملة. كابتن يوسف أسد في المركز نعم. الأخير بفوز وحيد. نعم طبعا السنة الشرطة يلعب بشكل جيد، خاصة قلنا اللاعب الهنريكي اللي جايبينه على مستوى عالي جدا، يعتبر كلاعب أي لاعب محترف على مستوى محترف. ف بالطريقة هذه الفريق متكامل، الصفوف متكاملة جدا، يمكن عندهم نقص في مركز ثلاثة من لاعب الآخر اللي ما زال يبحثون على لاعب على مستوى عالي جدا، ولكن باقي اللاعبة أدائهم جيد. مركز أربعة خاصة اللاعب السنة جاهم اللاعب زياد، يعني كان دافع كبير للفريق والدعم كبير للفريق، فقدم مستوى جيد، بدأ يغطي النقص اللي كان عندهم مع غياب أبو بكر، ولكن الفريق عامة يلعب بشكل جيد فيستحق لحد الحين أن يكون هو في المركز الأول، ولكن لابد أن يكون ينتبه ويصحى أن الفرق الثانية خاصة ريان والعربي ما أعتقد يعني يرضون بهذا المركز، فلابد يكون صاحي ويستعد للمباراة الجاية. إن شاء الله بالتوفيق إذن لكل الفرق القطرية للكرة الطائرة القطرية. دائما سعادة كابتن يوسف، شكرا جزيلا على كل هذه الإيضاحات الفنية والقراءة لهذه الجولة وتفاصيل الجولة. إذن الفقرة الثالثة والأخيرة المتبقية في برنامج سبايك هي فقرة قابل للنقاش، الموضوع استراتيجية تكوين وتطوير المدربين، رؤية واستشراف، ما هي التفاصيل وما هي هذه الرؤية؟ نتابع التفاصيل. I think it's so much important for two big reasons. For example, Qatar needs to find a good way to improve the players from Qatar. So it's a great opportunity to discuss something about technique, about tactic, and about how to do it. And the second big reason is to be close with the coach. I think it's too much important to be very close with them, because we can discuss about a lot of things here. هي فكرة نختخو فكرة على تدريب اللاعبين، ممكن خاطر معانا كثير مدربين يعني صغار في العمر، ممكن تم أشياء تغيرت في كرة الطائرة معناتها على مستوى التدريبي، ففايدة جدا معناتها مفيدة جدا وتاخو فكرة كبيرة يعني. يعني الناس تتناقش جميعا في مستوى، في كيفيه رفع المستوى في للاعبين وللعبه بالانديه، وبعد اكثر عن كذلك بيستفيد المنتخب كل المنتخبات ان شاء الله. طبعا بعد بننقل المعلومه اللي موجوده اللي تم اعطائها من قبل الخبراء، يعني في جميع سواء كان المهارات او في جميع مثلا الطرق اللي في كذا اللاعبين بالانديه، وبعد طبعا تؤدي الى ارتفاع ايش مستوى اللاعبين. الاتحاد قاعد يقوم بادرة طيبة السنوات هذه الأخيرة، في خصوصا في الأيام التكوينية هذه للمدربين، وهذه فرصة كبيرة أنه كل المدربين يتعرفوا على بعضهم، وأكيد أن الفائدة باش تعم على الجميع، وفيها فائدة أكيد كبيرة كثير، لأن الكرة الطائرة قاعدة تتغير من سنة لسنة.
إذن الاستراتيجية تكوين وتطوير المدربين. ينضم إلي في الاستوديو الكابتن معاوية الأجنف، سعداء محلل قنوات الكاس الرياضية. سعداء معاوية، شكرا. شو الأخبار؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. ورحب مرة أخرى بالكابتن يوسف فريدون أيضا للحديث حول هذه الرؤية، هذه الاستراتيجية إن صح التعبير. بداية معاوية، كنت من قدم محاضرة أعتقد أخيرة فيما يخص هذه الرؤية، لنضع السادة المشاهدين في الإطار. هذه رؤية أم استراتيجية؟ ما هي أهدافها؟ ما هي خطوطها العريضة؟ والله هي نجم نقوله استراتيجية. علاش؟ خاطر يعني مهم برشا باش أول شيء باش توحد العمل، يعني عمل الأندية الكل فيما يصب في مصلحة الكرة الطائرة القطرية. نعم. ثاني شيء، معناتها كما الزملاء زادا قالوا، الكرة الطائرة قاعدة تتطور بشكل كبير، معناها لازم يعني ومهم جدا باش تكون الدورات هذه تكون دورية عشان على أساس تكوين المدربين، ودائما يعني يشوفوا كل شيء جديد، واللي يخول لهم باش يحسنوا من مستواهم. وأكيد بصفة آلية يحسنوا من مستوى اللاعبين والكرة الطائرة بصفة عامة يعني. نعم، واضح هو الهدف، واضح كابتن يوسف. لكن عندما نتحدث عن استراتيجية كابتن يوسف، يعني الرؤية واضحة والهدف واضح، لا يختلف عليه اثنين، لكن عندما نتحدث عن استراتيجية نتحدث عن محاور، نتحدث عن برمجة كاملة طيلة موسم أو موسمين أو ما غير ذلك، والمواضيع والاختيارات وما إلى غير ذلك. هل هذا متواجد في صلب الاتحاد القطري للكرة الطائرة، أم هي مجرد بداية وما زالت الخطوط العريضة لم تتضح بعد؟ لا، متواجدة ولكن وليس بشكل دقيق. يعني احنا محتاجين يعني لسنوات أيضا قادمة نشتغل بشكل جيد مع المدربين، ونبدأ توجيهات المدربين، نعمل الهدف الرئيسي، ويكون نوحد طريقة التدريب لجميع المراحل السنية على أساس يعني كل يعمل عارف وين يعمل، مش ما نشوف هناك اختلافات في طريقة التدريب. وبعدين اللاعب يوصل مرحلات المنتخب، هناك اللاعب أو المدرب يعاني الكثير. فإحنا حاليا الاستراتيجية موجودة والخطة موجودة، ولكن محتاجين مثل الندوات مثل هذه، مثل الاجتماعات مثل هذه، مثل الدورات مثل هذه، على أساس أن الكل عارف من الهدف الرئيسي لوين إحنا رايحين له. فبالطريقة هذه أنا أعتقد نقدر إحنا نوصل الهدف اللي الاتحاد حاطه في باله، على أساس نقدر نتقدم بشكل جيد. نعم، نبقى مع معاوية، يعني هل هناك تناغم وترابط واجتماعات بين المحاضرين؟ كنت محاضر، كيف تتم عملية اختيار المواضيع المحاضرات؟ ربما هي فكرة وخطوة هامة من الاتحاد القطري للكرة الطائرة بالعودة إلى النتائج الخاصة بالشبان. أتحدث عن الناشئين، أتحدث عن الشباب في البطولة الأسيوية، كانت حقيقة نقولها بصراحة بكل أمانة كانت نتائج كارثية والترتيب كارثي، 16 من 17، 12 من 16. عندما نقف عن نقطة صفر يعني هذا نرفع القبعة، لكن كيف تتم عملية ربما التناغم فيما بين المحاضرين حول اختيارات المواضيع؟ ما هي نقاط ضعف الطائرة القطرية إن صح التعبير؟ من أين يجب أن نبدأ؟ أهم شيء هو نبدأ من القاعدة، يعني العمل القاعدي من الأساسيات الكرة الطائرة، لأنه لما نشوفه الفجوة كبيرة بين مثلا الشباب والفريق الأول، فجوة كبيرة شوية، هذه الفجوة لازمها تنقص. يعني لازم لاعبين الشباب يكونوا مستواه متاعه، وحتى الناشئين مستواه متاعه يخول له اللي باش يكون ينجم يكون موجود في الفريق الأول. يعني التنسيق متاع المحاضرات هذه تكون يعني شنية السلبيات اللي موجودة في كرة الطائرة القطرية، يعني فترة تقييم هي الآن. والله النجم نقوله اللي هي تقييم ومعالجة في نفس الوقت، يعني معناتها نقيموا الأخطاء، نقيموا شنو السلبيات ونحاولوا نعالجوها، ونحاولوا نعطيوا إضافات للمدربين بالأخص مدربين الشبان اللي هما عندهم العمل الأساسي والقاعدي اللي يخول الكرة الطائرة واللاعبين باش يتطوروا باش ينافسوا في المستويات العالية. كابتن فضل. بكل أمانة وأنت قريب جدا وتعاملت معك منذ سنوات، ما هو الخلل على مستوى الشبان في التكوين بصراحة؟ احنا عندنا خلل في المراحل السنية الصغيرة، هناك عزوف من اللعيبة لهذه المرحلة، والأسباب ان ما في دعم او اهتمام من المسؤولين في الأندية لهذه المراحل السنية. الاهتمام الأول والرئيسي للفريق الأول، والدعم المادي للفريق الأول. وقبل فترة كنا نعاني ان الأندية الكبيرة يجيبون لعيبة من خارج الدولة كلعيبة مقيمين، يستنى لسنتين ويدخل المنتخب، فما كان ينظر إلى القاعدة نهائياً.
نعم. فهذه اكبر مشكله احنا نواجهنا. ايضا هناك عزوف كثير من اللعيبه ان ما يحبون يجون التدريب او اولياء امورهم يرفضون انه يقول لك ما في اهتمام لهم، ما في دعم، يوصل ولدي مرحله الناشئين بعدين يجي له لاعب ثاني يغطي مكانه ويروح. فكل هالاشياء لها اسباب رئيسيه ان احنا محتاجين الى الدعم. احنا ايضا نعاني ان هناك ما في الخامات الجيده، الاطوال الجيده، الاجسام المناسبه لكره الطائره، ولكن قادرين يعني كتكوين للمنتخب ممكن نتجمع عدد 12 او 15 لاعب، ولكن المهارات الاعداد البدني هناك ضعيف في الانديه، لان ما في اهتمام كبير من المسؤولين في الانديه الى هذه المراحل السنيه، فهذه مشكله كبيره احنا نواجهها حقيقه. ولكن ان شاء الله يعني احنا تكلمنا في هذا الشيء، بدنا نعمل دورات، نعمل تغيير في بعض الطرق اللعب في المراحل السنيه على اساس نبدا نطور هذا الشيء. ولكن المشكلة الرئيسية اللي احنا نواجهها ان كيف نوصل اللاعب انه يروح يتمرن في النادي. نعم. على الاقل يتمرن 4 ايام في النادي. كابتن يوسف، هي تقريبا يعني اشكال على مستوى كل الاختصاصات، حتى بالفعل. على مستوى كرة السلة، على مستوى نعم. كرة اليد، يعني تقريبا هذا اشكال. ولكن احنا نعم. عندنا نواجه يعني نعاني معاناة كبيرة، خاصة من الاندية اللي كانوا هم اللي يغذون المنتخبات باللعيبة الممتازين حقيقة يعني. فاتمنى ان شاء الله ان نقدر نشوف الحلول، ان اللاعب على الاقل يروح التمرين على الاقل 4 ايام في الاسبوع، ساعتين في كل حصة. لحد الحين لما احنا تكلمنا مع المدربين يقول انا لاعب يجيني مرتين في الاسبوع، واحيانا مره ويتمرن ساعه ونص، فهذه يعني كارثه كبيره يعني. نعم. معاويه، لو تحدثنا عن المؤتمر الاخير او المحاضره الاخيره، موضوع المحاضره الاخيره. والله المحاضره الاخيره كانت على اكثر شيء على الاعداد البدني، حتى الكابتن يوسف تو عرج عليه الموضوع هذا، اللي في نقص كبير على المستوى البدني في تشوف حتى في الفئات السنيه وحتى في الفريق الاول. كانت موضوع المحاضره كانت على البليومتريك اللي هو مهم برشا في الكره الطايره. الديفينيشن نتاعو يعني التعريف نتاعو نتاع البليومتريك هذه شنو، كيفاش نعملوا برنامج نتاع بليومتريك قصير المدى وطويل المدى على 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 مراحل معينه باش يحسن، لانه احنا الرياضه نتاعنا تعتمد بصفه كبيره على القوه الانفجاريه. هي اللي نعم. نلقاوها في البليومتريك هذه، اللي ومعتها وعدت امثله وريتهم عده امثله يعني، كانت حتى بشهاده الجامعة كانت محاضره نافعه برشا للمدربين اللي نجموا تطبقوها في الفئات السنيه من الصغار. نجموا هي اعداد البدني بصفه عامه. نعم. نجموا نبداوه من الفئات من العمر الصغير يعني. من الفئات السنيه على كل بطبيعه الحال، لانه شكك في قدره معاويه الاجنف، وانت قمت ب يعني اعتقد دراسه كامله في ماجستير في فرنسا. نتمنى تكون لك بصمه حقيقه معاويه في بوش ممتاز للكرة الطائرة القطرية. كابتن، بالمناسبة ونحن نتحدث عن الفئات السنية، لنتحدث عن البراعم ومهرجان البراعم السبت الماضي. هل هي أيضا وفقا لهذه النظرة الاستشرافية ربما لدعم هذا الاختصاص على مستوى القاعدة؟ نعم، احنا حاليا حقيقة يعني مهتمين في البراعم بشكل كبير، وأيضا الأندية نوعا ما مهتمين، واحنا كثرنا عدد المهرجانات عن السنوات السابقة، وبدل أيضا بعض الفرق يجيبون بدل ما يشارك فريق يشارك فريقين أو ثلاثة، فهذا كل أشياء لصالح اللعبة. أيضا يعني احنا نعطي دعم للأندية، خاصة في يعني السنة طلبنا من الأندية أن أيضا المهرجانات تكون عندهم في أنديتهم أو في المناطق المفتوحة، على أساس أن نعطي مجال للناس إذا تتفرج على الكرة الطائرة. وبالفعل احنا نقول لك دائما في خامات جيدة، خامات ممتازة، ولكن محتاجين المواصلة. إذا اللاعب وصل لهذه المرحلة وبعدين ما يواصل وبعدين يجي بعد فترة، فأعتقد من الصعب، فلابد أن يكون في اهتمام أكثر من الأندية والدعم. يعني السنة حقيقة الأندية كلهم شغالين، أيضا في توزيع جوائز، العام ما كانوا يوزعون جوائز إلا بعض الهدايا البسيطة، ولكن السنة هناك في كؤوس، في ميداليات، في شهادات لبعض المدربين وهذول، فهناك اهتمام كبير، وكل نادي يعني من قبل يبدأ يستعد إنه ياخذ مهرجانين إلى 3 مهرجانات في السنة، فالحمد لله هناك في اهتمام، ولكن احنا محتاجين المواصلة والدعم الرئيسي لهذه المرحلة أكثر من الدرجة الأولى حقيقة يعني. هو واضح معاوية، أعتقد أنه عندما نتحدث عن الرياضة عن أي اختصاص، دعم الفئات السنية، العمل على مستوى القاعدة هو سبب نجاح أي اختصاص، أعتقد يعني لا نختلف في هذا المنطق. أكيد أكيد، الأساسيات هما الكل، هو اللي باش يوصل لك اللاعب يعني في مستوى عالي في الفريق الأول، يعني لازم نحبه في الصغار في الكرة. يعني هو الكابتن يوسف قال على
دور المسؤولين على اللعبة زيادة، حتى المدربين عندهم دور كبير باش يحبوا الصغار في الرياضة متاعنا. نعم، على كل نتمنى التوفيق للاتحاد القطري للكرة الطائرة في دعم هذا الاختصاص والنهوض بهذا الاختصاص. إذن برنامج سبايك متواصل إلى الفقرة الأخيرة، مراسلون بلا حدود ووضعية الكرة الطائرة العمانية، نتابع التفاصيل. أثار قرار الاتحاد العماني للكرة الطائرة بتحديد الحد الأدنى والأقصى لأجور وعقود اللاعبين العمانيين ردود أفعال متباينة بين جميع الأطراف، وتحديداً بين إدارات الأندية واللاعبين واتحاد اللعبة. فقد حدد الاتحاد سقفاً أعلى وأدنى للعقود المبرمة بين النادي واللاعب والتي تباينت قيمتها بحسب تصنيف اللاعبين. الاتحاد أرسل تعميم بناء على ما جاء في اجتماع الجمعية العمومية وحدد السقف أو الرواتب أو المبالغ الخاصة بهذا الموضوع، وهي يعني اللاعبين الدرجة الأولى وهم لاعبين منتخب الوطن الأول من 4000 إلى 8000 ريال، لاعبين منتخب الشباب من 2000 إلى 4، أما لاعبين الفئة الثالثة فهم من 200 إلى 800 ريال. ويرى اللاعبون بأن القرار مجحف في حقهم بعد تحديد سقف أعلى للأجور، ستحرم بعض العناصر الدولية من مبالغ كانوا يتحصلون عليها نظير التنافس في الحصول على خدماتهم، كما أن المبالغ التي تم تحديدها للاعبين الهواة قد لا تشجع اللاعبين بالاستمرار في ممارسة اللعبة. أتوقعها بعض الشيء غير عادلة، يعني لأن في بعض اللاعبين يستحقوا أن يوصلوا المنتخب، وكذلك بما أنهم ما كانوا في ضمن قائمة المنتخب طبعا راح تكون هناك مظلومة للاعب هذا، لأن هذا اللاعب مستواه يمكنه ويأيده ويستحق أن يكون من ضمن لعبة المنتخب. على هذا الأساس أتوقع أن هذا الشيء أنا يعني غير عادل طبعا لبعض اللاعبين ليس كل اللاعبين. أنا مع قرار الاتحاد في رفع الأجور، أتمنى من الأندية أن تراعي قرار الاتحاد لكي تطوير اللعبة. ورغم استناد القرار الذي أصدره اتحاد الطائرة إلى ما تم إقراره خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الذي عقد بتاريخ 31 من مارس الماضي، إلا أن بعض الأندية لم تتقبل هذا القرار رغم أنه يساهم في ضبط أسعار اللاعبين التي تضخمت خلال السنوات الماضية. الحقيقة أنا مع هذا القرار بشرط في حال أن هذا القرار ممكن يطور من اللعبة وممكن يطور احتدام منافسة في البطولة أو الدوري، بالتالي يعني ممكن يسهل على الأندية مسألة العقود والمشاركة. ولكن إذا استمر هذا القرار والوضع مثل ما هو عليه المواسم القادمة المشاركة نفس الشيء قليلة من الأندية أنها ما تتساعد مع الاتحاد رغم ضعف العقود أو نزولها، فهذا شيء ما أتوقع أنه في صالح اللاعب. ويبدو بأن هذا القرار الذي التزمت به جميع الأندية سيكون محل تجربة في الموسم الحالي، مع التحدي الذي رفعه اتحاد اللعبة بأن يساهم في زيادة عدد الأندية المشاركة في أنشطته في المواسم المقبلة. لبرنامج سبايك، راشد الشيذاني، سلطنة عمان. إذن تحديد سقف الأجور، اختلاف وتباين في الآراء. معاوية، هل تعتقد أنه تحديد سقف الأجور مجدي؟ والله أم نتعامل مع اللغة المفتوحة، أقول صح التعبير، وفقا لقيمة اللاعب، وأنت كنت بطبيعة الحال تدري جيدا مثل هذه الأمور. بطبيعة أنا نشوف يعني خليها على حسب قيمة اللاعب، معناها إذا اللاعب يستحق أكثر عليش ليه؟ يعني مثلا تلقى لاعب مستوى اعلى برشا من لاعب ثاني ونفس الاجر، يعني نعم. نشوف ماهوش عادل يعني. نعم، هم رفعوا من 4 إلى 8000، يعني الدبل، يعني تقريبا 80000 ريال. لكن هناك بعض اللاعبين يعني ربما اساءوا من هذا القرار. نعم، يستحقون اكثر، خاصه بعض اللعيبه اللي عندهم، ولكن انا اعتقد احتمال على السنوات القادمه يمكن ايضا السقف يرتفع الى اكثر. نعم، طالما هم بداوا كبدايه يعني. نعم، واضح. على كل نصل بهذا الموضوع بما بفقره مراسلون بلا حدود والمتابعه للكره الطائره العمانيه الى نهايه البرنامج. معاويه، نتمنى لك كل التوفيق، نتمنى تعطي الاضافه حقيقه للكره الطائره القطري، ونحن كلنا ثقة بطبيعة الحال بقيمة معاوية لجنف.
سعداء دائما كابتن يوسف بكل الإيضاحات بكل هذه الإضافات الفنية. في الختام أود أن أوجه أيضا تحية للزميل يوسف ربيع كما ذكرت في أول البرنامج تعويض استثنائي، نتمنى الشفاء العاجل للزميل يوسف ربيع والعودة إلى منبر برنامج سبايك. شكرا جزيلا معاوية لجنف. شكرا. الشكر موصول أيضا كابتن يوسف فريدون، وتحية مني أيضا من المعد محمد الشريف. إلى اللقاء.